قال لنا في القرآن إن مصارف الزكاة 8. لما بتطلع زكاة مالك بقى في مستشفى شفا الأرمان بتضمن إن أنت غطيت 5 جوانب من 8. فربنا قال إنما الصدقات للفقراء، فأنت بتعالج الفقير الذي لا يجد قوت يومه اللي معهوش تمن العلاج، والمساكين، المسكين هو من أسكنته الحاجة اللي محتاج وعايز يتعالج ومعهوش، والعاملين عليها القائمين على رعاية المرضى بياخدوا من مال الزكاة، وفي سبيل الله علاج مريض سرطان الصعيد ما هو في سبيل الله، وابن السبيل أي ابن الطريق اللي بيسافر، الناس اللي بتسافر وبتروح لمستشفى شفا الأرمان. زكاة مالك في مستشفى شفا الأرمان. اختار جهة الزكاة اللي يرتاح ليها قلبك، وكمان اختار المستشفى اللي هتتبرع فيها. المستشفى رقم 1 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الكبار بالصعيد، المستشفى رقم 2 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الأطفال بالصعيد. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 1945 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.